الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محاضرتنا لهذا اليوم هي استكمالا للجزء الأول البارت 1 اللي البروبرتيز of the exponential distribution، يعني خواص توزيع الإكسبونينشال اللي الجزء الأول وجدنا بالمومنت جنريتد فانكشن، والآن المطلوب من يمنا الدرايف the mean and variance، جد الوسط والتباين لتوزيع exponential distribution by using the moment generated function. مثل ما تعرفون انه دالة المولد العزوم ممكن اشتقها مشتقة اولى واساوي واعوض عن التي بالصفر حصل على الوسط، واشتقها مشتقة ثانية واعوض بالتي عن صفر واحصل على العزم الثاني اللي هو expected x square، وبالتالي اقدر اوجد من خلال العزمين الاول والثاني المين والفاريانس. اذا بدءا احنا في المحاضرة السابقة توصلنا الى انه الـ mx للـ t الدالة المولدة للعزوم تساوي لنا لامدا على لامدا ماينس t، هذا حصلنا في المحاضرة السابقة. ايضا لدينا انه الـ expected of x اللي هو نفسه تساوي لنا الـ mu of x، الميو للتوزيع، الميو للpopulation اللي of variable x اللي هو يتوزع exponential distribution، ما هو إلا عبارة عن المشتقة الأولى للدالة المولدة للعزوم بعد ما نعوض عن التي بصفر. ذلك يستلزم أنه المشتقة الأولى الـ m برايم x للـ t شو يساوي لنا؟ هي عبارة عن partial على partial t partial الـ m x للـ t، يعني نشتق الدالة المولدة للعزوم بالنسبة للمتغير t في الحالة. إذا m برايم x للـ t المشتقة الأولى للدالة المولدة للعزوم، أنا أقدر أشتقها بطريقتين، إما أحول اللامدا ماينس تي بالمقام للبسط وتصير بين قوسين أس ماينس واحد وأشتقها مشتقة عادي بمشتقة ما بين قوسين مرفع لا أس، أو أشتقها على شكل دالة كسرية وهي اشتقاقها بسيط جدا. هنا الدالة الكسرية مثل ما تعرفون عندي المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط صفر ما بها تي، فراح يكون عندي صفر ناقصا البسط لامدا في مشتقة المقام ناقصا البسط ماينس لامدا اللي هو البسط في مشتقة المقام مشتقة اللامدا صفر ماينس التي مشتقتها ماينس واحد، لأن التي مشتقتها ماينس واحد هو نشتق بالنسبة للتي. إذن على المقام تربيع اللي هو لامدا ماينس تي الكل تربيع، اللي راح يصير انه هذا بالنتيجه ماينس ويا الماينس، يعني حاصل ضرب ماينس في الماينس راح يصير عندي لامدا على لامدا ماينس تي كله. اذا الميو اوف اكس انه عباره عن الام برايم اكس لما نعوض بالتي يساوي لنا زيرو، وبالتالي نعوض بكل تي يساوي لنا زيرو لامدا على لامدا ماينس زيرو تربيع، اللي راح يساوي لنا لامدا على لامدا تربيع، لأنه الزيرة لامدا ماينس زيرة راح يكون عندي لامدا على لامدا تربيع، لامدا على لامدا تربيع، اللامدا تختصر مع التربيع راح يبقى لي واحد على لامدا، هذا هو المين للإكسبونينشال ديستريبيوشن. الآن نحاول أن نجد الفاريانس أوف إكس سيجما سكوير الاكس، وعبارة عن الفاريانس هذا التوزيع نقصد بي الاكس نقصد بي التوزيع اللي يساوي لنا expected of x square العزم الثاني expected of x square minus expected of x، هذا expected of x كله expected of x كله square اللي نفس الوقت يساوي لنا هذا عبارة عن المشتقة الثانية العزم الثاني للـ عندما نعوض عن التي بزيرو، وهذا عبارة عن
المين اللي حصلناه بالمحاضرة السابقة، عفوا بالاشتقاق السابق للمين، اللي هو عبارة عن الام برايم اكس للزيرو. هذا الوسط، هذا عبارة عن الوسط، الوسط تربيع. هذا المقدار موجود عندنا، هذه مشكلة. اذا المشكلة في المقدار الثاني، هو يجب ان نوجده. الام دبل برايم اكس للتي هي عبارة عن الام دبل برايم اكس للتي هو بارشل ام برايم اكس للتي، يعني اشتق المشتقة الاولى مشتقة واحدة وذا اسبيكت تي سكوير، يعني لانه راح التي مرتين اشتق بالنسبة للتي. طبعا هذا يكافئ انه البارشل سكوير الام اكس للتي، هذا واضح ومعروف على بارشل تي سكوير. اذا الام دبل برايم، ام دبل برايم اكس للتي، احنا اخر خلاصة وصلنا لها، وصلنا لها ان المشتقة السابقة، سوري يعني خلي اذكر المشتقة الاولى اللي وصلت لها بالمين، الام برايم اكس للتي ايش كانت تساوي عندي؟ ساوت لي لندا على لندا ماينس تي تربيع، هذه الخلاصة النهائية. اذا الام دبل برايم اكس للتي ايش راح يساوي؟ ايضا البسط في مشتقة المقام، المقام في مشتقة البسط، البسط عندنا زيرو، مشتقته زيرو لان لندا ثابت. البسط في زيرو، المقام في زيرو راح يكون عندي زيرو ناقصا. البسط في مشتقة المقام، البسط لندا في مشتقة المقام عندي هنا اثنين في لندا ماينس تي راح يصير اثنين ناقص واحد، هنا اثنين ناقص واحد في مشتقة ما داخل القوس اللي هي ماينس اللندا مشتقته صفر، لندا مشتقته صفر، ويبقى عندي فقط ماينس تي، ماينس تي اللي مشتقتها ماينس واحد على لندا ماينس تي تربيع، لان هو هسه تربيع نربع مرة الاخر يصير عندي اس اربعة، اس اربعة. نبسط المقادير الان، فقط نبدي نبسط المقادير اكثر بعد، راح يصير عندي الام دبل برايم اكس للتي راح يصير عندي 2 ماينس مع الماينس ماينس 1 مع ماينس لندا، لندا راح يصير عندي 2 لندا في لندا ماينس تي، هذا اللي جت بالبسط، على لندا ماينس تي للاس 4. الاس 4 الان ما علي الا ان اعوض عن بالبدايه اقدر اختصر هذا المقدار ويا الاربعه، يعني ويا واحد من هذا اصلا لندا ماينس تي تكعيب في لندا ماينس تي، لندا ماينس تي مع الماينس تي الأربعة راح تبقى لي فقط عبارة عن تكعيب، يعني هنا راح يبقى المقدار، فهذا المقدار راح يساوي 2 لندا على لندا ماينس تي تكعيب، بعد ما اختصرنا ويا البسط راح يبقى دي هنا فقط تكعيب. الام دبل برايم اكس للتي دبل برايم ايش راح يساوي لنا؟ 2 لمدا مقسوم على لمدا ماينس تي، اقدر اكتبه تكعيب لان باعتبار اللمدا ماينس تي بالبسط اختصر مع واحده من اللمدا ماينس تي في المقام، يبقى لنا بس لمدا ماينس تي تكعيب، ذلك يؤدي الى انه الام دبل برايم اكس للزيرو لما اعوض عنه بزيرو راح يصير عندي 2 لمدا على لندا لندا ماينس تي، يعني سندي لندا ماينس زيرو تكعيب. اذا الام دبل برايم اكس للزيرو تحسبي 2 لندا على لندا تكعيب، راح يبقى لنا 2 على لندا تربيع.
مثل ما تعرفون أعزائي أنه هذا هو عبارة عن هذا عبارة عن الـ expected of x تربيع نفسيته هو سواليها مية على لامدا تربيع. إذا فقط أروح أعوض بمعادلة الآن. إذا الفاريانس رف x اللي قلنا عليه هو عبارة عن expected of x تربيع minus expected of x كل تربيع. الـ expected of x تربيع حسا وجدنا آخر خطوة اللي هو 2 على لامدا تربيع minus هذا بالاشتقاق الأول للمين وجدنا 1 على لامدا كما يصير كله تربيع. إذا هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 على لامدا تربيع minus 1 لأن 1 تربيع 1 على لامدا على لامدا تربيع يصير لامدا تربيع. فبالنتيجة أقدر أكتبهم 100 ناقص 1 على لامدا تربيع لأنه المقامات متوحدة والنتيجة راح تكون عندي أنه الفاريانس of x راح يساوي 1 2 ناقص 1 1 على لامدا تربيع وهو المطلوب. وبهذا يكون انتهى البرهان الخاص بإيجاد الفاريانس لتوزيع الـ exponential distribution by using the human gradient function. إلى اللقاء.